بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 61 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. مرحبين بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. نستأذنكم بأن نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال أو هذه الرسالة من بدر الصالح من المدينة المنورة، يقول في سؤاله الأول: هل للروضة الشريفة مزية خاصة عن باقي المسجد النبوي الشريف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، للروضة الشريفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مزية على غيرها من بقية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فمن تمكن أو تيسر له أن يصلي فيها فهي أفضل، ومن لم يتيسر له إلا بالمزاحمة والمضايقة فإنه يصلي في أي مكان من المسجد النبوي يتمكن من أداء صلاته على الوجه المشروع ولا يزاحم، وربما يفرط في بعض أعمال الصلاة بسبب المزاحمة لأجل أن يصلي في الروضة. نعم. وبالنسبة للمرأة حفظكم الله، المرأة إذا تمكنت من الصلاة في الروضة ولو نافلة فلا بأس، لكن المعروف أنها مزحومة بالرجال، أن الروضة دائما مزحومة بالرجال. نعم. بارك الله فيكم. أيضا السائل بدر يقول: هل على الراتب الشهري زكاة؟ نعم، إذا توفر، إذا كان يوفر منه شيئا يحول عليه الحول فيه الزكاة، أما إذا كان يصرفه قبل تمام الحول فليس فيه زكاة. نعم. يقول: كيف أخرج زكاة عن 8 أعوام مضت ولم أزكي فيها؟ إذا كان يتوفر لديك شيء فإنك تجعل شهرا من السنة كرمضان تخرج فيه زكاة جميع ما عندك، إما تم حوله وما لم يتم حوله، إلى مثل ذلك اليوم من الشهر من السنة القادمة، لا يسعك إلا هذا، وبهذا تكون أديت زكاة مالك بإذن الله. نعم. يقول: سافرت إلى مكة لمدة 5 أيام بقصد العمل، وقمت خلال هذه الأيام بقصد الصلاة، فما حكم عملي هذا؟ إذا كنت تعلم أنك ستقيم 5 أيام فإنه لا يجوز لك القصر في هذه المدة التي أقمتها في مكة أو في غيرها. المسافر إذا نوى إقامة أثناء سفره تزيد على 4 أيام سواء في بلد أو في بر فإنه يتم الصلاة، لأن السفر انقطع بهذه الإقامة. نعم. نعم، بارك الله فيكم. المسافر للعلاج في الخارج هل ينطبق عليه ذلك؟ نعم، ينطبق عليه ذلك إذا كان يعلم أن علاجه سيضطره للإقامة أكثر من 4 أيام يلزمه إتمام الصلاة. نعم. هناك بعض الطلاب أيضا حفظكم الله يقدمون إلى مدينة الرياض ويعتبرون أنفسهم في السفر، فما حكم عملهم هذا؟ إذا كانوا من أهل الرياض فإنهم إذا وصلوا إلى الرياض انتهى السفر ولا يجوز لهم القصر، وليسوا مسافرين في بلدهم. وكذلك غير أهل الرياض إذا نووا إقامة تزيد على 4 أيام فإنهم يلزمهم الإتمام. نعم. سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول: إن بعض الناس إذا سلم عليه الصغير لا يرد السلام عليه، وذلك استهانة بهذا الطفل، فما توجيهكم؟ هذا ترك واجبا عليه، لأن رد السلام واجب من الصغير ومن الكبير، إذا سلم عليك وجب عليك الرد، البداء بالسلام سنة ورده واجب. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلا يجوز لمن سلم عليه أحد صغيرا كان أو كبيرا يعرفه أو لا يعرفه ألا يرد عليه، حتى أهل الكتاب إذا سلموا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. نحن لا نبدأهم بالسلام، ولكن إذا سلموا نرد عليهم ونقول وعليكم، فلا يجوز ترك رد السلام لا من الصغير ولا من الكبير. نعم.
أنتقل إلى هذه الرسالة من المرسلة أم محمد من الرياض، تقول: أنا امرأة أواجه الكثير من الأحزان، وأنا إن شاء الله أعلم أن هذا قضاء وأحاول الصبر، ولكن يصعب علي الصبر وقد أبكي وأحيانا أشكو لبعض الأقارب حتى يخف علي هذا الحزن، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. أما البكاء فلا ينافي الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، فالبكاء لا ينافي الصبر لأنه ليس باختيار الإنسان، إنما الذي ينافي الصبر الجزع بالقول أو بالفعل، ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، هذا هو الذي ينافي الصبر، كذلك بالنياحة وغير ذلك. والشكوى أيضا ينبغي تركها. قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فلا يتشكى إلى أحد إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا أم محمد تقول: إذا أخذ مني عينة من الدم للتحليل وأنا صائمة، فهل صيامي صحيح سواء كان في رمضان أو في غيره؟ العينة اليسيرة نقطة نقطتين وقريبا من ذلك لا تضر الصيام إن شاء الله. حفظكم الله. أيضا تسأل في ختام هذه الرسالة، تقول: هل المرأة إذا تزوجت ثم مات زوجها وكانت تحبه وتريد أن يكون زوجها في الآخرة لابد أن لا تتزوج في الدنيا؟ لا تترك التزوج بعد زوجها، بل تتزوج لأنها بحاجة إلى ذلك، وأما أمور الآخرة فهي إلى الله سبحانه وتعالى. لا تترك زوجها يتزوجها لأجل أن تكون زوجة له في الآخرة، لأن انتهى زواجها منه، زواجها انتهى بالموت، فليست زوجة له. بارك الله فيكم. انتقل إلى هذا السؤال من أحد الإخوة، رمز لإسمه بصاد ميم من جدة، يقول: هل إذا أفتى الطبيب للمريض بأي فتوى عليه أن يأخذ بها أي المريض، أم لا بد من الرجوع إلى أهل الفتية في ذلك؟ عليه أن يسأل أهل العلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالفتوى يرجع فيها إلى أهل العلم، أما الطبيب فإنه يرجع إليه في أمور المرض، وما ينبغي للمريض أن يعمله، فيراجع في أمور المرض ولوازمه، وأما الفتوى فيرجع فيها إلى أهل العلم. نعم بارك الله فيكم. إذا سئل أحد وقال: سمعت الشيخ الفلاني يقول كذا وكذا، هل تعتبر فتوى أو ناقل للفتوى؟ هل يعتبر ناقلا إذا تأكد من اللفظ وضبطه وحفظه، وكان هذا الشيخ الذي سمعه من أهل العلم ثقات، فلا بأس أن ينقلها. هذا يسأل أيضا معوض عايض، يقول: من المعلوم أن المريض بعد إجراء العملية يبقى مخدرا حتى يفيق، وبعد ذلك يبقى متألما عدة ساعات، فهل يصلي قبل دخول العملية والوقت لم يحن بعد، أم يؤخر الصلاة حتى يكون قادرا على أدائها بحضور حسي ولو تأخر ذلك يوما فأكثر؟ إذا كانت العملية تبدأ بعد دخول الوقت فإنه يصلي قبل العملية لأنه دخل وقت الصلاة، وله أن يجمع ما بعدها معها، كالظهر يجمع معها العصر، والمغرب يجمع معها العشاء، فله ذلك. أما إذا كانت العملية تبدأ قبل دخول الوقت فإنه يؤخر الصلاة ويجمعها مع ما بعدها إذا أفاق وزال عنه ما يمنع الصلاة. أحسن الله إليكم. ميم عين من المدينة المنورة يسأل، يقول: ما رأي فضيلة الشيخ بتعجيل الزكاة قبل تمام الحول على المال أو تأخيرها، وحيث أنني أجد من يحتاج إليها، حيث أن موعد دفع الزكاة يصادف شهر رمضان المبارك، فما هو توجيهكم في ذلك؟ يجوز تعجيل الزكاة حولين فأقل عند ما يدعو إلى ذلك داعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجلها من بعض أصحابه للحاجة، أخذها من عمه العباس رضي الله عنه سنتين، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس بتعجيل الزكاة. وأما التأخير فإنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا إذا ترجح أن تأخيرها أفضل لحاجة المحتاج أو غير ذلك من الأمور، فإذا كان تأخيرها لمبرر شرعي فلا بأس.
هناك بعض أهل الزكاة لا يحسنون التصرف بالزكاة، فهل لمن يدفع الزكاة لهم أن هو يتصرف بها كيفما يشاء حتى يحافظ على هذه الزكاة لهم؟ الذي لا يحسن التصرف إذا كان له وكيل أو ولي تدفع الزكاة إلى وكيله أو وليه من أجل أن ينفقها عليه على حوائجه. أما إذا كان له ليس له ولي ولا وكيل وهو لا يحسن التصرف فإنك تشتري بها له أغراضا ينتفع بها كالثياب والطعام وغير ذلك إذا كان هذا أصلح له وأنفع له. نعم. بارك الله فيكم. ننتقل إلى سؤال آخر من بدر الحامدي من ينبع، يقول: هل للإمام في الصلاة أن يطيل الركوع حتى يلحقه الداخل إلى المسجد ويدرك الركعة إعانة له على ذلك؟ نعم، له أن يطيل الركوع لأجل أن يدرك الداخل الركعة معه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرفع رأسه من الركوع وهو يسمع وقع نعل، ولكن إذا شق على المأمومين طول الركوع فإنه لا يطيل، يراعي أحوال من معه. نعم. أما إذا لم يشق عليهم فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: أرجو من فضيلة الشيخ توجيه أئمة المساجد الذين يتساهلون في شأن الإمامة ومسؤوليتها، وخاصة من يتغيب عن المسجد أو يتأخر عن الحضور مما يحرج المأمومين ويشوش على المصلين. هذا أمر لا يجوز، وهذه أمانة يتحملونها، فمن كان عنده إمامة مسجد يجب عليه أن يراعيها وأن يحافظ عليها وأن لا يشق على المأمومين لا بتقدم الإقامة ولا بتأخر في الإقامة، بل يراعي أحوالهم ويرفق بهم ولا يتأخر عنهم ويتركهم ينتظرون هل جاء أو ما جاء. وبعض الأئمة مع الأسف الكثير في هذا الوقت يفرطون في الإمامة، مهمتها أن يأخذ الوظيفة، وأما الإمامة فهي على حسب هواه، ويتأخر ويتغيب ولا حتى ينوب من يقوم مقامه، وهذا خلل كبير وتضييع لواجب. وواجب على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون المساجد أن تراعي هذا وأن تتابع هؤلاء الأئمة. أنا أعلم أن الوزارة جعلت مراقبين في الحارات، ولكن أغلب المراقبين لا يقومون بالعمل ولا يراقبون ولا يؤدون الواجب عليهم، وهذا تفريط في عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. مصطفى مصري مقيم في جدة يقول: من هم أهل الأعذار الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور؟ أهل الأعذار ثلاثة: المسافر والخائف والمريض. نعم. أيضا يسأل يقول: ما حكم الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر، وكذلك الصلاة في المقابر، و كذلك بالنسبة لأعطان الإبل وهي مواطن وأحواش الإبل؟ كل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه من المواطن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، نهى عن الصلاة عند القبور لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، ونهى عن الصلاة في قارعة الطريق، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل. نعم. يختم هذه الرسالة الأخ مصطفى يقول: كيف تكون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما قال صلى الله عليه وسلم لما سألوا كيف نصلي عليه قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو الأكمل والأفضل. وإن قال اللهم صل وسلم على محمد كفى هذا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. هذا سعيد من سائل من الجزائر يقول: ما حكم الإسلام في من قام بهذه الأعمال، وهل تقبل توبته؟ إفطاره في شهر رمضان، عاق والديه، الاستهزاء بالدين، نمام ومغتاب، السرقة، تعاطي المخدرات، الذهاب للمشعوذين. التوبة واجبة من جميع الذنوب، واجبة من جميع الذنوب، وتقبل إذا توفرت شروطها، وهي الإقلاع عن الذنب وتركه، والعزم من لا يعود عليه، والندم على ما حصل منه. وإذا كان الذنب الذي تاب منه يتعلق بحقوق المخلوقين فلا بد مع التوبة إلى الله أن يرد الحقوق إلى أهلها أو يطلب المسامحة من أهلها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: ما حكم الصبر على الألم الشديد
وهل أكون ظالمة لنفسي حيث أنني لا أحب أبدا الأدوية فلذلك أمتنع عن تناولها؟ نعم، الصبر واجب والدواء مباح، التداوي مباح من المباحات وهو من الأسباب النافعة، فإذا تيسر لها الدواء فإنها تتداوى والحمد لله مع التوكل على الله عز وجل. نعم. من أسئلتها أيضا تقول: ما حكم تخصيص يوم الجمعة بقص الأظافر وفعل أمور الفطرة؟ قص الأظافر مطلوب لئلا تترك تطول، وقت لها النبي صلى الله عليه وسلم إلى 40، الشارب والأظافر والآباط والعانة إلى 40، وإن أخذها في كل أسبوع فهذا أحسن. نعم. أنتقل إلى هذا السؤال أو هذه الأسئلة من عين ميم غاء، تقول: في قريتنا الناس يزورون مقابر الأموات التي تبنى عليها القباب العالية والتبرك بها، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن هذا لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الشرك. لا يجوز أولا البناء على القبور، لأن هذا من فعل اليهود والنصارى، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. في الحديث: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. فهذه أمور محرمة وهي وسيلة من وسائل الشرك، ولا يجوز البناء عليها، ويجب هدم المباني التي على القبور، قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته أي نقضته وهدمته، لأن هذه وسائل من وسائل الشرك. نعم. أيضا الأخ يقول: ما الحكمة من منع النساء من زيارة القبور؟ لضعفهن، لأنهن ضعيفات، فإذا رأت قبر قريبها أو ابنها فإنها قد يحملها حبه والحزن على الجزع والتسخط وقول ما لا يرضى من الأقوال أو الأفعال، هذا من ناحية. ناحية الثانية أنها عورة وعليها خوف من ذئاب البشر، فإذا ذهبت إلى المقابر فإنهم قد يعتدون عليها ويتخذونها فرصة، محافظة عليها تمنع من زيارة القبور. سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول: ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة إذا كان جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، ليس له حظ في الإسلام بالإجماع. أما إذا كان معترفا بوجوبها فعلى قولين لأهل العلم، أصحهما وأرجحهما أنه كافر الكفر الأكبر أيضا، المخرج من الملة، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها قد كفر. والجمهور من أهل العلم يرون أنه كفر أصغر، ولكن الراجح أنه كفر أكبر لظاهر الأدلة وظاهر الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة من ماريا من اليمن، تقول: تقدم شاب لخطبتي وهو غير ملتزم فرفضته، فغضبت أمي وكلما استأذنوني رفضته، فتزداد أمي غضبا، فهل هذا من عقوقها؟ أفتوني مأجورين، وادعوا الله أن يرزقني الزوج الصالح وجميع فتيات المسلمين، وجزاكم الله خير الجزاء. هذا من حقك أنك تختارين الزوج الصالح في دينه وأمانته، ولا تطيع من يريد إجبارك على رجل مفرط في دينه أو خائن للأمانة، هذا من حقك وليس هذا من عقوق الوالدين، بل هذا من الأخذ بحقه، والوالد هو المخطئ أو الوالدة هما المخطئ إذا أراد أن يجبرك على من عنده خلل في دينه. نعم. أيضا لها سؤال آخر، تقول لي: أخت تسقط الأطفال بغير إرادتها، فذهبت إلى المشعوذين ولكن دون جدوى، فبماذا تنصحونها؟ أخطأت في ذهابها إلى المشعوذين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا صدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال: فلا تأتهم، لا يجوز إتيانهم والذهاب إليهم. هذه أخطأت وعليها التوبة إلى الله، توبة الصحيحة، وأن لا تعود لمثل هذا. نعم. هذه السائلة بعثت بهذه الرسالة أم رياض من الرياض، تقول: ما حكم الحلف بآيات الله؟
وأيضا ما حكم قول بذمتك، وهل هذا حلف بالذمة؟ أفيدونا. آيات الله على نوعين، الآيات الكونية كالسماوات والأرض والجبال والبحار وغير ذلك لا يجوز الحلف بها، لأن هذا حلف بمخلوق، حلف بالمخلوق لا يجوز. والنوع الثاني آيات الله القرآنية، هذه يجوز الحلف بها، لأن القرآن من كلام الله، كلامه من صفاته سبحانه وتعالى، يجوز الحلف بالقرآن أو بالآية أو بالسورة لأنها من صفات الله سبحانه من كلامه. هذا هو التفصيل في مسألة الحلف بآيات الله. وأما قوله بذمتك، الباء القسم، هذا حلف بالذمة، والذمة مخلوقة ولا يجوز. نعم. أيضا من أسئلتها تقول: توجد بعض المصاحف التي يكتب بجانبها تفسير مختصر للآيات، هل هو في حكم مس المصحف لا بد من الطهارة؟ نعم، إذا كان المصحف مكتوبا على شكل مصحف صفحات كاملة منه وعلى هامشها شيء من التفسير، فهذا مصحف لا يجوز مسه إلا بطهارة. نعم. وبالنسبة لكتب التفسير؟ أما بالنسبة لكتب التفسير فلا بأس أن يمسها الإنسان، لأنها لا تسمى مصاحف، وإنما هي تفسير كسائر الكتب. نعم. أيضا السؤالها الأخير تقول: أخي يحصل في بعض المرات على المال بطريقة محرمة، ونحن نعلم أن ماله هذا فيه أو في بعضه ما هو حرام، ولكن في بعض المرات قد يجلب للبيت من ماله بعض الأشياء، وبعض الأشياء قد يحضرها ثم نستخدمها، فما حكم الأكل معه أو استخدام هذه الحاجات؟ أولا عليكم بمناصحته وتحذيره من الحرام. ثانيا، إذا أحضر شيئا وأنتم لا تعلمون أنه من الحرام فلا بأس، إذا كان عنده مال حلال وعنده مال حرام وأحضر لكم شيئا فكلوه، إلا إذا علمتم أنه من الحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من طعام اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا، لأن عندهم أنواع من المال الحلال. نعم. هذه السائلة رمزت لاسمها بفادية من الأردن، تقول: أنا دائما أفتح الإذاعة لأستمع إلى القرآن ويبقى المذياع يعمل طوال النهار دون توقف، مع العلم أنني لست بجانبه دائما، فقد أذهب إلى هنا أو هناك، فهل علي شيء في ذلك؟ إذا كنت تستمعين للقرآن فافتحي المذياع للفائدة، أما إذا كنت لا تستمعين وتذهبين وتتركينه لا تفتحيه، لأنه لا فائدة من فتحه. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا السائلة أم عبد الله من تبوك تقول: أنا كثيرة الحلف على بناتي الصغار التي تتراوح أعمارهم 6 سنوات 5 سنوات بأني سأضربهم إذا لم يفعلوا ما أطلب منهم، ولكن لا أعرف عدد الأيمان التي علي، فما حكم حلفي هذا؟ إذا كان اليمين يجري على اللسان من غير قصد وإنما هو حسب العادة، هذا من لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فإذا كان هذا جرى منك من غير قصد لليمين وإنما هو جرى على لسانك فقط، فهذا لا يعتبر، يعتبر من لغو اليمين الذي لا ينعقد وليس فيه كفارة. نعم. تقول: أنا نذرت وقلت لزوجي: نذر علي إن ذهبت وسافرت بدون أنني لا أرجع إليك، ثم رجعت، وهذا الكلام من سنة تقريبا، فماذا أفعل؟ عليك كفارة يمين، إذا نذرت نذرا تريدين منه الامتناع عن شيء أو فعل الشيء فهذا يجري مجري اليمين تحله الكفارة. نعم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الأخوة المستمعين الكرام، محمد عبد الحميد المصري مقيم في المملكة في مدينة الرياض، يقول: أختي الكبرى تبلغ من العمر أكثر من 30 عاما ولم يأتي لها خطيب، ولكن أختي الصغرى جاءها من يخطبها، فما حكم أن نزوج الصغرى قبل الكبرى؟ بارك الله فيكم. من جاء لها خطيب تتوفر فيه الكفاءة والأمانة فإنه يزوج، سواء الكبيرة أو الصغيرة، ولا تمنع الصغيرة من كفء يصلح لها نجل الكبيرة، كل واحدة سيرزقها الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، لهنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، بارك الله فيما سمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في لقاء قادم. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.